بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، البارح في الفيديو ديال البارح تكلمت لكم على الادخارات، على انه ضروري الانسان يكون عنده ادخار. هادشي كنقولوا، هادشي الناس اللي تبارك الله عليها تشوفوها مرتاحه، راه هي عارفه هادشي، وهذاك الادخار ديال دوير الزمان هو اللي كيخليك مرتاحه. واخا يكون عندك كل شيء، ضروري من هذاك الادخار راه هو اللي كيخليهم مرتاحين في الحياه ديالهم. غادي نتكلم لكم اليوم على واحد المشروع او على مشاريع يديرهم الناس باش يرتاحوا. قبل كنا كنقولوا نديروا الدار، نقروا الوليدات، نمشوا للعمره، نديروا هذا الشيء، السياره، المهم هذه الامور اللي هي عاديه في الحياه، اللي هي ماشي طموح، هي راه ضروريات في الحياه. ضروري السكن، ضروري يكون عندك باش تقري وليداتك، ضروري يكون عندك موين ترونسبور او هذا ديال وسائل النقل، وسيله نقل. هادو ضروري، هادشي اشياء ضروريه في الحياه، يعني كل انسان كيجتهد يشتغل باش يدير هاد الاشياء باش يساعده في الحياه ديالو. ولكن احنا بما انه الدخل ديال ماشي كلشي الناس ميسور، ما عندناش شوماج، ما عندناش بزاف ديال، ماشي كلشي الناس عندها تغطيه صحيه، ماشي كلشي الناس عندهم دخل قار مثلا بحال الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، ما عندناش لهم جمعيات اللي كتكفل بهم كامل من ا حتى لزد، او الدوله ما متكفلاش بهم من الف للياء. يعني امور اللي كل انسان عنده شي حد مريض، عنده شي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى لو ما عندكش انت دائما في الحياة كنحسوا على انه كل الموظفين، كل الناس، كل يعني شوية من الحياة ديالهم دائما هما عندهم، يعني خايفين، يعني طرا لهم شي حاجة خايفين، ما كايناش لاسورونس او ما كاينش تأمينات في الحياة البلد ديالنا او بزاف البلدان العربية كاملة تقريبا ما فيهاش هاد الضمانات كتضمنها لك الحكومة او الدولة او باش انت تعيش مرتاح. هذاك الشيء اللي خصنا نواجهه، هذا الشيء بكل بصراحة، يعني نكونوا صريحين مع انفسنا، وشي حاجة ما درناها احنا لانفسنا ما كاينش شكون غيديرها لينا. ماشي نقولوا دابا كتخلي كتقراي في شي شكاية ديال شكوى ديال شخص او ديال الاسره، كتقول لك ما الجيران ما عرفوني، العائله ما كتعرفني، ما داوها فيا خرج جاي من الخدمه او طاح او مرض او هذا، حتى ما كاينش اللي غادي يديها فيك. علاش؟ لانه انت هما ماشي مسؤولين عليك، الاب والام ديالك فاش يقروك وفاش تكبري وفاش تشد تزوج ودير حياتك وتخدم، قراوك وكبروك باش انت باش تكمل واحد المسؤوليه ديالك. يعني انت هي مسؤوليه الوالدين ما كتنتهيش، ما عندهاش نهايه، كيبقاو دايما يفكروا فيك كلشي، ولكن بقدر المستطاع. يعني الاب والام ديالك فاش تكون عندك 4 سنين هما باقي في الصحه ديالهم، باقي صحاء، داري لك هاك 8 سنين هاك 12 عام هاك 18 عام تبدا 18 عام كيبدا هذاك هاك كيتفتح، يتفتح يعني خرج للحياه ديالك هاد الناس، لانه الصحه ديالهم ماشيه وكتنقص، الدخل ديالهم ماشي وكينقص، هما صحتهم كتطلب من داكشي اللي كانوا كيعطوك تقريبا من 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 الراتب ديالهم او من الاجور ديالهم، كانوا حتى في الرعايه ديالهم كانوا كتمشي لك انت تقريبا 90%، دابا ولات هما محتاجين لها جزء كبير، محتاجين له هما لا من الراتب من الماديات ولا من حتى الرعايه المعنويه ديالهم هما. لهذا فاش كتلقاي هاد الشكاوي ديال هاد الناس كيقول لك لا والدين عقلوا عليا، لا جيران، لا عائله، لا العائله ماشي هي لاسورونس ديالك. فاش كتكون تخدم ومرتاح حتى ترى ما كتلتفتش على العائله، ولا التفتي هذيك هذاك احسان منك انت، يعني ماشي احسان خاصك تلود للمقابل ديالو. كاينين بعض الاسر كيديروا هما ما بينهم جمعيه وكيجمعوا من عند كل العائله، وحق كل شهر كيحطوا واحد الطريف
تلقاي مثلا اسره كبيره دايرينها كامل حمام خوال وهذا جامعين كيديروا واحد المبلغ كلش راك قليل هادشي قليل 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 كاين عند بعض القبائل وقليل وكيحطوا واحد الواجب شهري الى مرض شي واحد فيهم الى تزوج الى بغى يمشوا لعندو الى بغاو هذا كيديروا هديه وحده كيديروا واحد يعني مساعده وحده كامله باسم العائله كامله ولكن هذا الشيء قليل لانه ماشي كل افراد الاسره يقدروا يحطوا وما بقاش هذا الشيء كان شويه قبل دابا الحياه كتطلب من كل شخص يعتمد على نفسه ويعتمد على الجهود ديالو وعلى التفكير ديالو وعلى التخطيطات ديالو هنا باش غادي نقول لكم هاد الناس هادو اللي دابا خدامين وباقي صغار وعندهم الامكانيات شنو هي تكون باقي بصحيحتك تكون خدام كتشد واحد الراتب ضروري دابا من جوج رواتب ضروري الزوجة تساعد ولو سمحوا لي هاد المنحفة هادي برصتني من هنايا تساعد ولو من الدار ولو من الدار راه راتب واحد لا يكفي حتى لو كان 10 المليون علاش لانه هذاك الراتب غيكون ديال شخص واحد النهار هذاك الشخص يمشي يدير غير بحال هكا هاد الشخص هذا اللي ما عندوش راتب غادي يطيح وغادي يولي يشحد من هذا او يشحد من اطراف اخرى لهذا كل هذا خاصو يعتمد على نفسه هذا يعتمد على نفسه ويكون تكافل بيناتهم على هذه الاسره باش يكبروا حتى الى غاب احد الطرفين يبقى واحد الدخل ديال طرف من الاطراف تبقى انت تعيل نفسك ما محتاج لهذا الشخص شحال من سيده قابله دابا عايشه في الذل عايشه في الاهانه عايشه في المشاكل عايشه في بزاف ديال الامور اللي هي تقدر تستغنى عليهم ولكن لانها مسؤول منها هذا الطرف يعني هذا الطرف هو اللي كيعيلها كتلقاي هذا الطرف كيهينها كيضربها سواء المراه او الرجل انا ما كنتكلم على انه هذا هو الراجل وهذه هي المراه لا يقدر تكون هذه حتى هي المراه كتلقايها تهين هذاك الزوج لان هي اللي خدامه هي المعيله ديال الاسره ولكن الا كانوا بجوج ديالهم عندهم دخل كيعرفوا بحال اش يجيروا هذاك الدخل ماشي مشكل يكون ماشي بحال يكون الدخل ديال هذا اكبر او الدخل ديال هذا اكبر ولكن يجيري الدخل ديالو بحالاش طرف كيبقى لك انت لان انت مستقل على الحياه ديال هذا الشخص ما تقوليش زوجي خويا بايا عمي خالي طليقي هذا لا خاصك تكون تحس براسك مستقل عندك يعني معتمد يعني الا جمعكم الحب جمعكم الزواج جمعكم المودة الرحمة فيما بينكم الوليدات ولكن مع عمركم تخلوا الماديات هي اللي جمعكم يعني جالس مع هالطرف بسبب الماديات لا خاص الماديات تكون كل واحد معتمد على نفسه ولكن تجمعكم الحب والمودة والرحمة وهذا الميثاق الغليظ والوليدات باش تربوهم ولكن انتي مرتاحة ملي كتمشي تحطي راسك على المخدة تقولي انا الحمد لله مرتاحة نقدر نعيل نفسي ولكن لاني كنحب الزوج ديالي ولانه اب مزيان ولادي انا معاه ماشي انا معاه لانه طاف د الخبز كتلقاي الشكوى ديال بعض السيدات انا الزوج ديالي كيدير لي ولكن انا ما عندي فين نمشي وما عنديش دخل غادي نبقى معاه فهمتوا لهذا ما خص هذا هو اللي يكون خاص بجوجهم يكون عندهم دخل هاد الجوج الناس اللي عندهم جوج رواتب قلنا ماشي مهم يكونوا بحال ولكن جوج رواتب كل واحد قادر يعيل نفسه هاد جوج الناس خاصهم يفكروا من دابا وهما صغار كما قلت في بدايه الفيديو كنا كنقولوا السياره لقيت الوليدات الدار هادو هما الاولويات دابا الاولويه في هاد 2021 2022 دابا في 2022 الاولويه دابا هي دير مشروع يدخل عليك زائد الوظيفة ديالك علاش لان الوظيفة الراتب ديالها كيكون بحال هكا كيكون مرات بريمات مرات شي حاجة مرات ترقية مرات ولكن الاكثرية الراتب ديالها ماشي خط واحد مستقيم كتجي واحد الوقت كاين هذاك الخط كيدير بحال هكا فاش كيكون لا غوتغيت او شي واحد يمرض يشد انفاليديتي يعني رخصة مرضية طويلة او شي حاجة كيدير داك الراتب بحال هكا من 100% مثلا نقولوا كيجي 10000 درهم غادي يولي 6000 درهم او 4000 درهم او 5000 درهم
اللي كان كيشد 4000 درهم غيولي يشد 2000 درهم او 2500 درهم، اللي كان كيشد 3000 درهم غيولي يشد 1500 درهم 2000 درهم، يعني غادي يهبط. لهذا هذا الراتب هذا نتقشفوا محدو 100%، نتقشفوا. ها هنا كنتكلم على التقشف في هذا الوقت اللي حنا فيها، ما نقولوش نقتصدوا. كنا قبل كانت الوقت شويه مريحه، ما تقولوش لا انا الزوج ديالي كيشد 12000 درهم وانا كنشد 10000 درهم او 7000 درهم. لا، هذا الوقت اللي حنا فيها قاصحه بزاف، واللي جاي اقصح. الناس اللي كتقرا، الناس اللي متبعه خارجه من صندوق الانترنت، صندوق الانترنت راه كيدير ضباب عليك وكيخليك عايش في داك الضباب وانت كيقودك. لا، خرجوا من صندوق الانترنت وقراوا الواقع، شنو كيدور في العالم دابا وشنو جاي. لهذا هذا الراتب هذا اللي 100% حاولوا تخرجوا منه مشروع، ولو مشاريع صغير، ولو غير كراج استثمروا فيه، شروه محل تجاري، شريه انت والزوج ديالك، يكون ديالكم بجوج، وديروه للكراء. هذا البسيطه، هذه كنقول لكم البسيطه، ديروها، ديروا مشروع. راه الراتب بوحدو لا يكفي حتى لو كانوا راتبين. علاش لا يكفي؟ لانه قلنا لا قدر الله الا جات شي مرض او التقاعد، لانه كل شخص غادي يتقاعد من العمل ديالو الا عطاه الله الحياه. لهذا فاش كيجي هذاك التقاعد، الدخل كيقلل والمصاريف كتكبر. صدقوني المصاريف كتكبر. علاش؟ لان الصحه كتقلال، صحتنا كتقلال، حتى في البيت. والله العظيم نقول لكم شنو تجرى في هاد شهر 12 وشهر 10، شهر 11 وشهر 12 وبدايه شهر 1، الا كاينين ناس هنا في المدينه ديالي كبار السن ما لقاوش شكون يبدل لهم ليكوش، ما لقاوش. الزوجه تهرست، هي اللي كانت كتبدل ليكوش للزوج، مقعد ماشي مقعد، مريض طريح الفراش، وتهرست ومات، واضطرت تدخل المستشفى. من المستشفى جابوها مهرسه دايره لها الحديد، خاصها ما تتحركش. هذاك الزوج وهي ولات هي اللي كانت كتبدلو، خاصها حتى هي شكون يبدل ليها. ما لقاوش شكون يبدل ليهم ليكوش، ولاو الناس كيطلبوها العار اللي لقينا. وهنا حنا في الجنوب، وما عرفتش المغرب كامل، ما كاينش في اوروبا كاين، وفي الدول ما عرفت الدول المتقدمه كاين، ولكن في هنا في المغرب، واش المغرب كامل ما فيش؟ بعدا كاين هنا في الجنوب، ما كاينش واحد كتلقاو هكا ممرضين قاريين غير على هذا الشيء باش يساعدوا الناس في البيوت بالاجره ديالهم. ما لقيناهمش. انا كنت من الناس اللي باغيه تساعد هاد الناس بممرض، نشارك حتى انا، ماشي كلشي مصروف، ولكن كاينين الناس معايا قالوا غادي نجمعوا واحد الراتب ما بيناتنا هكا، واحد شويه واحد شويه، ونجيبوا لهم ممرض او ممرضه تغير لهم ليكوش، لانه ما نقدروش نجيبوا لهم شي واحد من موقف من شي بلاصه غايقول لك ايه، ولكن يقدر يتعدى عليهم، يقدر ما يعاملهمش بلطف، لان انت ما غاديش تكون معاهم دائما، يقدر ما يجيهمش. فهمتوني؟ ما تقدري تجيبي شي واحد ما عندوش هاد التكوين هذا، خاص هذا راه التكوين كاين. ويا ريت هذا يكون مشروع، الناس تسمع مني دابا ودير هذا المشروع هذا، تكون تجيب ممرضين متقاعدين او ما خدامينش، ودير لهم هذا، دير لهم بحال نجيروهم ويولوا يمشوا لهاد الناس، يساعدوا هاد الناس. كاين الناس اللي ميسورين وبغاو شكون. انا شحال كنت كنقلب لشي واحد، الوالد ديالي حتى انا شحال كندير حتى في فيسبوك كنقلبوا لشي واحد، ماشي يبدلوا، لا حنا كاين شكون يبدلوا كلشي، شي واحد اللي يبقى معاه بالليل بالليل، لانه من كثر ما كان الوالد ديالي مريض وكان مستعدين، لانه كان اللي معاه اللي في البيت ما يقدرش يسهر، يعني
سهريك الليله وهو كيبقى كيقول بغيت يعني ما كينعسش كينعس 10 دقائق كيقول لك رجعوني لهذا الشيء قلبوني لهذا الشيء يعني خاص شي واحد بالنهار كاين بالليل عياو واللي بغينا شي واحد ممرض يعني عنده تجربه عنده خبره وعنده تكوين في هذا الشيء ونجيو بشحال قلبنا له ما لقيناش حتى ولينا غير حنا العائله كنا درنا هكا تناوب يعني تكون يصر معاه هكا هذه الليله والليله الاخرى وهكا وهذا لهذا يعني كاين ناس ميسورين بغاو وناس فقراء بغاو كاين ناس بغات لجر يعني تدفع يجمعوا يدفعوا للممرض بحال هكا او ممرضه ويقابلوا هاد الناس ما لقيناه يعني هذا حتى هو في حد ذاته مشروع الناس اللي عندها الامكانيات تقدر تجمع 4 3 5 ومن بعد تكبر المشروع ديالها تجمع هاد الناس وتدير فيسبوك دير انستغرام دير هذا دير تنشر سميتو ديالها الاعلانات ديالها باش الناس تعرف المكان فين تتصل عند الناس باش يجوا هاد الممرضين كاين اللي بغاه الليله كاين اللي بغاه اسبوع كاين اللي بغاه دائما حتى يتعالج هاد الشخص هذا قلت لكم هاد الناس هادو ما لقاو يعني هنا فاش كيكبر الانسان كيحتاج ادويه كيحتاج اكل خاص كيحتاج شكون ينظفو ينظفو المكان اللي جالس فيه يقضيلو اغراضه برا ولا مرض طاح صغير غادي تنوض غادي تتحرك غادي واخا قد ما كنتي مريض غادي تقدر الا كان غير مرض عادي مثلا ولكن انت مزيرك تقدر تنوض دير شي حاجه تاكل حاجه صغير خبز والماء وتاكلو ولكن انسان كبير طريح الفراش ما تلاش يقدر ينوض ما تلاش من خطرات كاين اللي العقل ديالو ولا ماشي هو هذاك لهذا الراتب فاش كنوصلوا للتقاعد تشيكو حيد قدام الكاميرا فاش كنوصلوا للتقاعد ما بقاش يكفينا ما بقاش يكفي هذاك التقاعد هذاك التقاعد لانه ما بقاش على هذا السيدات الازواج هما اللي موظفين او خدامين او معي كاين الناس ما غادي يجلسوا واحد الوقت ما عندهمش تقاعد مول المحل التجاري البناي السباغ النجار بزاف الناس ما عندهمش ما مصاوبينش اوراق ما عندهمش تقاعد الا كنتي جالس دابا انت نجار صباغ حداد مهنه حره وجالس كتخدم باش تاكل وتشرب راه غتجي واحد الوقت راه ما غتلقاش باش تاكل وتشرب دير مشروع اللهم تجوع دابا نص جوعه ودير واحد المشيريع ودير المحل ديالك ودير فيه خدامه معاك علاش ملي انت تجلس هادوك الخدامين يبقاو خدامين كاين اللي هو نجار داير المحل فيه هو بوحدو نهار يسد هذاك المحل مرض غير مرض لا قدر الله فين انت غيقلب على الناس خاص من الان يكونوا معاك ناس خدامين حاولوا اللي عنده تنجرت يدخل معاه ناس تخدم اللي سباغ يدير محل يشري السباغه مره شويه شويه حتى يكبر المحل ديالو يولي خاص يبيع غير السباغات ويدير معاه ناس ويدير السلالم يكريهم ويدير هذا ويخدم معاه الناس البناي يحاول يتطور في البناء ما يبقاش هو غير خدام خاصو يكتب من معلم يولي طاشر يولي مقاول هذا ويكبر ويولي يشد المشاريع ديالو الراس يولي معاه خدامه شد تقاعد يشد انا كان عندي واحد البناي كيبني لي الدار هو المعلم الكبير ديال ماشي مقاول هو غير معلم كبير عنده البنايه ديالو كيقولوا ليه طاشر عنده خدمه هو ما كيشدش هنا وهنا وهنا يجلس هاد الدار حتى يكملها يمشي حتى يقلب لشي حاجه اخرى تجي ويخدم عنده دار الدار ديالو فقط وسياره قريب شي ايام قريبه قبل راس العام دار لي التليفون مسكين بقى عاقل انا نسيت ما بقاش عندي رقمه شكون معايا فلان فلان لاباس بخير قال لي والله الا مريض ما بقاش نقدر نطلع مع الدروج وهذا وهذا محتاج لانه علاش كان جالس ياكل دار ما غدير لكش مشروع الا درتي فيها ديور للكراء الناس اللي عندها بنات دار كبيره وما عندهاش مشاريع ما عندهاش مشروع ما دارت حتى شي حاجه فكروا على انكم هذيك الدار الكبيره غتجي واحد الوقت انت غادي تولي هذيك الدار الكبيره عاله عليك لانك خاصك برودويات ديال التنظيف خاصك شكون ينظفها لك خاصك شكون يخلص لها المكامله الضوء كامله يعني هذيك الدار استثمر فيها دير منها حاول هذيك الدار تستثمر فيها دير منها واحد الجزء اسكن فيه اللي انت تقدر دير لان تغتيان ديالو النظافه ديالو تقدر يعني تغلب عليه تقدر تخلص الضوء والماء ديالو والباقي ديرو للكراء كري استثمروا علاش لانه كاينين ناس
بنات فيلات وقصور، وفاش كبروا ولاو دايرهم للبيع. العود اللي تبيع انت شي حاجه بنيتيها هكا كري منها 60% 50% وسكن في 50% او 40% او انت على حسب اسرتك، لانه فاش يكبروا الوليدات وكل واحد يمشي للعش ديالو داكشي، راه هذاك الكبر ديال الدار ما عنده لا شي يفيدك. يفيدك الا جات، وخاصه حنا الصحراويين راه كنبنوا ديار كبار، فهمتوني؟ لهذا ديروا، غادي تقولوا لي البنات بزاف تنتي دارك كبيره وهذا، ولكن انا درت مشروع غيرها الحمد لله، وعندي دار الكيرة تحت، عندي كراج ودرت مشروع الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر اللي يدخل، ونفكر مازال ومازال نقدر نغير رايي في شي حاجه نقدر. ولكن انا ننصحكم على انه مشروع زائد الراتب ديالك، ويلاه يكون داكشي اللي كنتي كتشد وانت خدام بصحتك، عندك 30 عام 33 عام 34 عام، فكرتو فهمتوني. الدار ما يديرلكش مشروع، المشروع يدير لك دار. هنا غادي نخاطب الناس اللي باقي ما دارت الدار، اللي باقي ما دار السكن ديالو، وكاري ب 1500، كاري ب 800 درهم، كاري ب 1000 درهم، 1200 درهم، 1500 درهم، 1600 درهم، 700 درهم. هذاك الشيء اللي غادي دابا ديروه للدار، ديروا منه مشروع داخلو، ديروا مشروع شدوا قروض، ديروا مشروع قروض عند العائله، القروض على فكره انا راني دخلت محمد هدايه، واحد سميتو محمد هدايه كيفسر الربا، فسر الربا في هذا. انا هنا ما جاي نفسر لكم الربا، وما جايش نحلل ولا نحرم، لا، غير غنقول لكم اشنو سمعت واقتنعت بجزء منه، ولكن يعني هنا ما جايش نقول، يعني ما تقولوش لا انت كتحللي ولا لا لا لا، انا ما كنفتي هنا ما كنحلل. المهم هو فسر الربا، ونفسر لكم بحالاش فسروا، بحالاش انا سمعتو منه وشنو فهمت منه. فهمت منه قال على ان الله سبحانه وتعالى نهار حرم الربا على بني اسرائيل، على المرابي، هذاك المرابي، المرابي هو الانسان كيسلف بالربا، حرم عليه يسلف الفلوس، الفلوس بالفلوس. بحال مثلا تجي تدي عنده 2000 درهم ويقول لك رديها لي ب 2500 درهم، فهمتوني؟ ولكن ملي هو يشري لك مشروع، مثلا انت بغيتي تشري واحد المكازا، هذيك البنكة شرات لك المكازا، وانت كتخلص البنكة هنا بحال كتخلص هذا، لانه حتى هو دا معاك بحال شي واحد انت شريتي عنده، بحال هذيك البنكة هي اللي شرات هذيك المكازا وانت شريتي عند البنكة، زادت هي واحد النسبة باش هي تربح حتى هي من هذاك المشروع، فهمتوا؟ المهم هو داك الشيء راه شوية كومبليكي، يعني هذا المهم انتم دخلوا سمعوه، انا هنا ما كنحلل ما كنحرم ما والو، انا غير هذا الشيء اللي سمعت. المهم سلفوا عند العائله وديروا مشروع ديالكم، مشروع اللي عندك شهاده ديال شي خياطه، ديري معمل صغير، عندك شهاده الحلاقه، ديري دبلوم الحلاقه، ديري صالون خدمي فيه الناس، الراجل عنده دبلوم الحلاقه يديرو، عنده هذا بحالنا حنا داكنا كنا كنقلبوا على لي مونيتور، المدرسه درت مدرسه ديال صير التعليم، كنقلبوا على مونيتور ما لقيناش، ديروا مونيتور يعني هذاك اللي كيعلم الناس صيصو، وكطيب الدراسه عامين البيرمي ديالها حتى هو راه في خدمه زوينه حتى هي، راه الراتب ديالها شويه عالي. ديروا طباخ، ديروا الطبخ، ديروا درسوا خدموا قراو. البناي مثلا الراجل اللي كيبني مثلا يتعلم يمشي يدير شي صنعه شي حرفه حتى هو يتعلم، سميتو القباص يدير مشروع ديالو اللي يبيع المواد ديال الجبس والزواقات، وهذوك ديال الجبس راه كيتباعوا، وكاين الناس اللي كيجي واحد غير يشريها يلصقها عندك يديها من عندك، يدوها قباصه اخرين عندك، يعني كل انسان خدام في مجال يحاول. الموظفين حاولوا ديروا مكتبات، ديروا مقهى، ديروا سناك، ديروا عطى الله، يعني حاولوا تخرجوا من ماشي تخرجوا من الوظيفه نهائيا، ولكن ديروا مشروع، وإذا كان المشروع ديالكم يدخلكم احسن احسن من هذيك الوظيفه، ديروا تقاعد نسبي او ما عرفت شنو، وخدموا في المشروع ديالكم، او شدوا خلوا هذا وخدموا منها، كتخدمي الناس منها، كديري المشروع ديالك. لهذا بغيت نتكلم لكم على انكم الناس دابا اهم حاجه نديروا هي كل واحد يلتفت ويشوف شي مشروع اللي هو غادي ينجح فيه،
بيع وشراء، بداو بالبيع، السيدات يشرو هنا ويبيعوا هنا. حاولوا ديروا شي مشروع، مشروع يدخل لك مع الراتب ديالك، مع الخدمه ديالك، راهي ليست كافيه. وخاصه لكل شيء، كل شيء، كل شيء، وخاصه للناس للوظيفه ديالهم، ملي يوقفوا من الخدمه ديالهم، العمل البناء، طباخ، هذا ملي يوقف منها ما كاينش دخل. ما تقولي لياش نعول على راني جاب واحد حصيصك، حصيصه تقاده، ديروا شي حاجه. ونتمنى تناقشوا معايا المشاريع وهذا في هذا الفيديو هذا، واني بكم وراني نحبكم كاملين.